شو حاب تقول لجمهورك اخر كلمه الليله قبل نحن عم نضبي بغراضنا وفي الليل اخر نهار بالاكاديمي؟ شو احساسك وشو حاب تقول؟ اول شيء مساء الخير. ثاني شيء بدي اقول يعني اربع اشهر بالاكاديمي مش هينين، مش يوم واثنين ومش ساعه واثنين، مش دقيقه واثنين ومش ثانيه واثنين. رح اشتاق لكل زاويه، رح اشتاق للمسرح، للليفينج، للتي في، للسوشيال ميديا، رح اشتاق لكل شيء. بس انه هيدي الجيم وصرنا فينال، واذا الله رد ناوي على اللقب بكره مثل ما الله بيريد. بدي اشكر كل اللي دعموني، بدي اشكر كل اللي وقف حدي بالاربع اشهر، وكل اللي تحمل، وكل اللي وديلي كل ورقه، كل ذكر، كل اي شيء بدي اشكره، وكل حدا لحقني على السوشيال ميديا، وكل حدا دعمني، وبدي اشكر كل اللبنانيه. وان شاء الله يا رب بيض وشكم هالسنه، وبكون تاني لبناني بيحمل لقب ستار اكاديمي بعد غياب 5 سنين. وبحبكم كثير، وانطرونا بكره بالبرايم. اخر كلمه لجمهورك لتخليه يصوت لك، بشو بتوعده؟ بكره بوعده ببرفورمانس، يعني مثل ما بيقولوا ختام المسك اذا قال رد. هيك كلمة خليها بيقولوا مثلا، خليها يعني تجيش هيك، ولع الدنيا. شو بتحب تقول لهم للبنانية ولكل اللي بيحبوك؟ لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، مروان يوسف رح يربح يزين سما بيروت. بكره سما بيروت كبير يا مروان. بدنا كل اذا اخذنا اللقب واذا ما اخذنا اللقب بدنا كلنا بكره. نعم مقابلة، يلا اذا اخذنا اللقب هلا بستضيفك. انت بدي استضيفك. كفي 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 كفي. اذا اخذت رافائيل، انت معي ولا مش معي؟ معك. اذا اخذت اللقب او ما اخذت اللقب بكره انا وخي رافائيل بدنا نولع لبنان، بدنا نجن ببيروت، بدنا نحرق الطرقات. يعني بحبكم كثير. صوتوا له على رقم 2. انا بفتخر لاني لبناني، ومش انا اللي وصلت لهون، هيدا اللبناني اللي وصل لهون. ويعني بعتذر خي عباس مره توبون، مرتين توبون، والله مره نومي ليه، يعني اربع تجميع ورا بعض توبتوه. يعني بعتذر خي عباس واختي هايدي وخي نسيم، بس انه اللقب بيستحق يكون لبناني. ثانك يو مروان يوسف. ومعنا نجم النجوم. مين الدبدوب اللي كان معك؟ صاحبك بالاكاديمي مروان. اوكي. منافس؟ منافس معك. yeah. عبسي عبسي يا بيسو يا حبيب قلبي. يا خي الاصلي، شو حابب تقول لجمهورك اخر كلمه؟ نحن عم ضبضي بغراضنا، وشو حاسس هيك الشعور انه كيف فيك تقارنه باول شعور باول دخول لنا للاكاديمي؟ في بيتقارن هذا الشعور بهداك الشعور؟ شو حابب تقول لجمهورك وانت زلمه شو تركت فيك الاكاديمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله اكيد مبسوط ان انا خارج، واكيد زعلان ان انا خارج. مبسوط عشان خاطر اشوف اهلي واشوف الناس واشوف اللي انا وصلت له. تيست اوكي. واكيد زعلان عشان خاطر هسيب الاكاديمي طبعا، عشان في ذكريات حلوه كتير فيها. واكيد الاكاديمي اتعلمت منها كتير، هي اعتقد من اهم الحاجات اللي انا عملتها في حياتي. وصلت فيها لحاجه كويسه. مبسوط جدا ان احنا كنا مع بعض. اكيد اتعلمت منكم حاجات كتير، طلعت بيها من الاكاديمي بناس كتير بحبهم بجد. ويا رب يكمل على خير بكره، ويا رب اللقب بكره يبقى مصري. شو عم تقول للشعب المصري والكل بحبك؟ هيك كلمه تجيش فيها جمهورك يعني وتولع الدنيا. زي ما انتم كملوا تصويت سواء ليا او سواء لهايدي، انا ما فيش اي مشكله بالنسبه لي، اهم حاجه اللقب يبقى مصري بجد. وشكرا لكل الناس اللي صوتت لي ودعمتني ووقفت جنبي من اول ما البرنامج بدا. وشكرا لكل الناس اللي كانت ورا البرنامج ده ووصلتنا لهنا. وشكرا لاصحابي اللي وقفوا جنبي هنا ودعموني. كلمه اخيره لاصحابك، اذا بدك شخص، اذا بدك عموما، او اذا في حدا مميز فيك تحكي عنه. لا يعني انا في اشخاص كتير بجد دعموني، منهم حضرتك، من الناس اللي وقفت جنبي، والناس اللي احنا كنا مع بعض من اقرب الناس اللي موجودين، ومن الناس اللي انا فعلا طلعت بيها من الاكاديمي. ومبسوط جدا ان احنا اصحاب، ويا رب ان شاء الله علاقتنا تفضل زي ما هي باذن الله لغايه ما نبقى عندنا 50 سنه و80 سنه و90 سنه. سمعتها ما حلوه دي. اوكي. جديده انت طلعت فيها؟ ايه انت طلعت فيها. اتفرجت على الورتاج كان الواد رافائيل عمله وخدتها منه،
وبس وبجد لينا ذكريات حلوة كتير. زعلان آخر نهار لينا، بقول للناس يا رب تكونوا كنا خفاف عليكم الأربع شهور دول، ما كنوش زعلتوا مننا، وحتى لو زعلتوا مننا سهيلة طبيعي إن إحنا أصحاب وقاعدين مع بعض في مكان واحد، طبيعي إن إحنا كان يحصل بينا مشاكل، وطبيعي إن إحنا كنا نبسطكم شوية نزعلكم شوية، بس الحمد لله الأربع شهور قطعوا على خير، وكنا مبسوطين بيكم زي ما أنتوا كنتوا مبسوطين بينا، وإن شاء الله نكملها بكرة على خير وننهيها زي ما أنتوا حابين. ثانك يو محمد عباس، ثانك يو، ان شاء الله بالتوفيق لبكره. ومعنا النجمه سهيله بالنشأ، معنا بنت العرب، معنا الكبيره 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 حبيبه قلبي سهيله، من الاشخاص اللي ما شبعت منها بالاكاديميه. شو حابب تقول لكل جمهورك وشو تركت فيك الاكاديميه وعشو عم هيك شو شعورك انت عم تضبط الاغراض وعم تضبط الشنطه والصور والهيدا وكل شيء؟ اول شيء بدي اقول انه انا كمان ما شبعت منك، بعد منكم كلياتكم. مايكيك معي؟ مش بعد، لا مو بس عادي رح يسمع. اوكي. تست تست. يا. مش بعد منكم، مش بعد من الأكاديمية أبدا، يعني أنا فليت دغري. ما علي قضاء. هي بس أكيد تعلمت كثير أشياء من الأكاديمية، ملاحظين إنه في تطور. حبيت أقول الجمهور إن شاء الله كنت على قد المسؤولية، وإن شاء الله نكون راح مخلية بصمة مليحة. وإن شاء الله تكونوا حبيتوني في هذا العام، ونتمنى يعني نتمنى يرجع بي الوقت ونرجع ندخل الأكاديمية ونرجع نصلح كل غلطة عملتها ونصلح كل شيء، لأن كلنا نغلط وكلنا، لكن هذه هي الحياة، لازم يوم ليك ويوم عليك، ونحبكم بزاف، وإن شاء الله نبقى بذاكرتكم، ماشي بس الأكاديمية اللي تخليكم تتفكروني، لازم أنتم تتفكروني بلا أكاديمية. وصلت دينا عادل. دينا عادل مساء الخير، كبيت الشاي ما بتفرقها دينا عادل. دينا شو شعورك اول شيء؟ اول شيء مساء الخير، ثاني شيء شو شعورك انت عم ضبط بكل الاغراض، عم تشوف العالم كله معجوه ضبط باغراضها، اللي بده شنطه اللي بده شنطه، صور وذكرياته البومات وصور والفانز، عم تطلع بالاكاديمي شمال يمين مش عارفين حكتك هنا. شو حابه تقولي لكل الفانز؟ شو حابه تقولي لاصحابك؟ وشو شعورك هلا انت عم تشربي تقريبا اخر كوبايه شاي؟ لا لسه في كوبايه الصبح. طيب بس انه اخر كبايه الليل قبل ما أوكي. شو شعورك انك اخر ليله حتنامي اليوم الاكاديمي؟ يعني بكره حتروحي، يمكن بكره تروحي بعد بكره تنامي بالبيت، تنامي بتختك، شو شعورك انت هلا؟ انت عم تضبط كيف عم تطلع على اصحابك؟ كيف النظره صارت لاصحابك؟ كيف النظره للاكاديمي؟ وما بعرف، تفضل. أوكي. أول حاجة أنا مبسوطة جدا 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 بالناس اللي شجعتني ووقفت جنبي ودعمتني وصوتت لي ثلاث مرات، مش مرتين أو مرة واحدة، بشكركم جدا، وبشكر كل الفانز النقي بتاعي حبيب قلبي، كل الفانز بدون ما أقول أسامي لأني كلكم عزاز عليا. طبعا أنا زعلانة جدا أن أنا هسيب الأكاديمية، هسيب صحابي، هشتاق لهم، يعني هشتاق لهم جدا، مش كل بس يعني معظمهم هشتاق لهم جدا. بقول لهم بالتوفيق ان شاء الله للاربع الفاينل بكره، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا مصر يبقى البريم كويس، ونفسي يبقى لا مصري طبعا، بس لو حد خده من صحابي مش هزعل طبعا، غير مصري بالعكس يعني هفرح لهم برضو. طبعا اشتقت لامي واخواتي، فاكيد مبسوطه ان انا هروح لهم، في نفس الوقت حزين ان انا اسيب الاكاديمي واسيب صحابي. شو شعورك انت عم تضبط بالاغراض هيك؟ وصفي لي اياها بكلمه. شعوري ان انا لا مبسوطه المره دي عن المره اللي فاتت، لان المره اللي فاتت كان معايا اربع شنط، المره دي معايا شنطه فقادره الم الحاجه. طيب شكرا دينا. دينا السؤال عن جد انه انت هلا ما بقى في اخر جمعه بدنا نرجع كلنا، عرفتي كيف؟ يعني هلا حنطلع الباب حيتسكر، الاضوية حتنطفي، ما حتدور لعشرة اشهر لقدام، لست سبعة اشهر لقدام، شو هالشعور؟ وانت حتكوني خلص طبع دينا عادل سيزن 11 من ستار اكاديمي، وانت سكرت الابواب الاكاديمي وفليتها على بيتك، واللي حيتذكرك حيتذكر انه دينا عادل كانت بستار اكاديمي 11. شعورك هلا بهاللحظة انه انت بعد عندك ساعات قليلة تتمشي هون وتوقف قدام هالكاميرات وتحس هذا الشعور اللي عم تحسيه هلا؟ وصفي لنا اياه، يعني حسينا معك انت شو عم تحسي؟ اكيد في سنه حزن يعني ان انا اسيب الاكاديميه، لاني عشت فيها ايام حلوه وايام وحشه، ونفسيه تعبانه ونفسيه كويسه. اتمرنت على بعض الاغاني اللي كنت بحبها واغاني ما بحبهاش، شفت انتقادات،
عشت حاجات كتيرة قوي هنا أربعة أشهر، يعتبر أنا أربعة أشهر يعني ثلاث شهور وأسبوعين، مشيت أسبوعين ورجعت أسبوع يعني ما تأخرتش يعني، فيعتبر عشت أربعة أشهر هنا. عشت كل حاجة، خوف، رعب، انبساط، كل حاجة، كل حاجة في الأكاديمية هنا. أنا مبسوطة كتير جدا 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 إن أنا وصلت المرحلة دي، وصلت لمرحلة كبيرة. ما عنديش مايك. وطبعا بتمنى التوفيق لكله، واكيد 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 مش هنسى الاكاديمي ولا ايام الاكاديمي، بفرحها بمرها بحلاوتها بكل حاجه. وبشكر لاخر مره فانزي النقي اللي واقف جنبي ودعمني، وانا معاكم للاخر، وان شاء الله في اي حاجه جديده اكيد لازم تبقوا جنبي. بحبكم كتير. اوكي نتمنى. ثانك يو، ثانك يو دينا، ثانك يو دينا عادل. كنشكر جميع 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 الكرو او الناس اللي سهران على هذا البرنامج، لانه فعلا برنامج رائع وبرنامج اللي وصلنا لقلوب الناس. كنشكر الناس اللي صوتات ليا بال كما كنقولوا بالهبل، الناس صوتوا ليا حيتاش كيحبوني، الناس صوتوا ليا بزاف، كنشكرهم كاملين. كنشكر صحابي اللي دعموني، كنشكر جميع 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 الناس، كنشكر المغرب العربي، كنشكر جميع الناس من المحيط الخليج، كنشكر الجالية المغربية اللي كيصيفطوا لنا الكادوات وكيبغونا بزاف. بغيت نقول حاجه واحده، اننا خرجنا من الاكاديمي كاسبين محبه خوتنا، ومحبه اولا محبه لي كونديدا، ثانيا محبه الناس اللي قائمين على البرنامج. كنشكر كل شيء، وحنا خارجين من هنا كل شيء راضي على راسه، كل شيء كل شيء مصالح مع خوه، كل شيء القلوب صافي الحمد لله. نتمنى وتبقاو تدعمونا من وراء الاكاديمي، نتمنى ونكونوا شرفنا بلادنا، نتمنى ونكونوا الى تصدر منا شي حاجه غلط سامحونا، وكنبغوكم بزاف بزاف بزاف، وضلوا دعمونا اكيد. كنشكر خويا رفايل بزاف بزاف، كنقول ليه كنقول جميع الناس انه كان قريب ليا وكان خويا وكان صديق ديالي حبيبي. ثانك يو ايهاب الامير. لأسباب تقنية حنضطر إنه ننهي البرنامج الليلة، ما أخذنا كل الكانديدايات، بس عنا برايم بكرة. بنحبكم كتير، وإن شاء الله نجاح لنجاح لكل الكانديدايات، مني لكل جمهور اللي بيحبنا، أنا بحبه كتير كتير كتير. تانك يو على كل لحظة دعمتوني فيها، تانك يو لكل الصحافة والفنانين والعالم العربي والعالم اللي دعمنا. بدي أقول أن أنا راضي عن اللي وصلت له، وإن شاء الله أحسن وأحسن. وبدي أقول لحنونة أن حاشتاق لها كتير، بس ما خليها تشتاق لي كتير، وأنا حاشتاق لها كتير بس هي ما حتخليها تشتاق لي كتير، فحنجرب أنه سيربريزات. بحبكم كتير، وبكرة برايم بيكسر الأرض. شو هالشعور اللي عم تحسيه هلأ؟ أول شيء بدي أقول إنه أكيد رح أشتاق للأكاديمي كلها، لأنه هي فرصة من العمر وما رح ترجع تنعيد، يعني كنت بتمنى لو بترجع تنعيد، بس سافا. ويعني أنا عم ضبضب بالشنط وكل شيء، برجع بتذكر كل شيء حلو قضيناه سوا كلنا مع بعض. وكل شيء. شو آخر كلمة بتحب تقوليها؟ آخر كلمة بحب أقولها، بحب أقول إنه بنسي لكل شخص دعمني وانا بالاكاديمي، وكل شخص شاف فيي شيء مميز وشافه انه اني مميزه عن البقيه، فعن جد بقدر كل واحد دعمني هون بالاكاديمي. شو حابه تقول لانيس؟ شو حابه اقول لانيس؟ حابه اقول لانيس سي يو اجين. واو واو، ثانك يو مابل جديد. وبغي نقول لكم دابا عاد بدات المسيره ديالي، نتواصل معاكم، تواصلوا معايا، نشوفكم تشوفوني. كنحماق عليكم بزاف بزاف بزاف، وكنبغيكم. شو بتوعد جمهورك وشو بتحبي تقولي لهم طيب تروكي على المطار؟ شو حابه تقولي لهم كلمه تحمسيهم يجوا على المطار؟ بغيت نقول لهم كونوا عافاك بزاف بزاف، حيت انا متشوقه نشوفكم وكنبغيكم بزاف. كلمه هيك هذول من اللي بيحمسوا يعني هيك
صراحه كثير متشوقه اشوف حمصي وحمص يعني خل يعني في كل يلا بدي اياكم كلكم بالمثل حتى كلكم اتصور معكم طلع بالكاميرا طلع بالكاميرا بليز بدي اياكم بالمثل كلكم لكل اهل المغرب مش لاهل المغرب بس لا لمين طلع بالكاميرا طلع بالكاميرا للعالم كله بليز اي واحد كيبغيني انرجي 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 اي واحد كيبغيني بغيتكم كلكم عندي في المطار فين ما كنتوا اجي وسافروا عندي المغرب كنتسناكم بزاف بزاف واذا شفتي عالم كثير اذا شفتي عالم كثير 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 شو حط ادمين وشو حط كيف حتكون ردت فعلك له نغني مع بعض ونتصور مع بعض وكثير نديروا بزاف ديال الحوايج انصامبل كنحماق عليكم وتسناوني شو بتوعديون اول عمل يكون لك مفاجاه وتصيح خطير من حنان الخضر بنت المغرب حنونة أنا بحب حنونة أنا كنحماق عليكم كنموت عليكم حنونة أنا بحب قلك قبل ما فل وبدي أقول للعالم يلي بتحبنا بدنا نعمل لهم قلب أنا وأنت لكل المباقيش مش بس المباقيش جمهور حنان ورافائيل والمباقيش كمان احنا كنحماق عليكم كنحماق لاخر جمله بنحب نقولها قبل ما تنتهي السيزون ينتهي السيزون اكيد ما راح ينتهي السيزون ويطفي الاكاديمي وينطفي الكاميرات بس احنا نضل ايه احلى مباقيش احلى حنان احلى فانز حنان بالدنيا واحلى فانز رافائيل ولا بيخافوا سكت عم بحكي وخليها تطلع ضب شنطتها يلا باي بونوي قد ايه هذا الشعور متناقض عن شعور اول نهار فت فيه على الاكاديميه تفضل اكمل ولا تسال اسئله تفضل حبيبي تفضل سوري سوري كونه انه علي اعلامي عم ينتقدني اعلاميا شكرا والله شوف رافائيل للامانه انا زعلان كثير انا اقول لك انا اول زعلت ان طلعت من البرنامج بس كان عندي يعني اني برجع يعني انه في انه في اخر جمعه في امل وبرجع يعني انه صار ظروف برجع يعني بس الحين حسيت نفسي انه والله من جد انه في شيء بجوادك تحس انه بتفقده كثير والله يعني الاكاديميه اللمه الحلوه الـ انا الحمد لله مالي في الاصوات العاليه صوتي ما اعلى ولا احب الاصوات العاليه بس يعني احيانا استمتع لما نسمع شويه صوت عاليه بدأت منك انت يا رافائيل والحمد لله على كل حال انه اهم شيء ان احنا انجزنا وحققنا النجاح من الاكاديميه وانا فخور كثير اني يوم من الايام انا وقفت هنا في الاكاديميه وتشرف كثير صداقتك وصداقه الجميع و كله لا كنترول ولا اكاديميه عن جد والله توحشني كلمة أخيرة للفانز وبشو بتوعدهم بعد سينجل الباشا شو بتوعدهم هل فيك تخبرنا تناخد سكوب تحديدا بس لبرنامجنا ولا صعبة والله يا رافائيل أنا بحب أشكر أول شيء الفانز بقول لهم ألف مليون شكر وأنتوا دائما أقول لكم أنكم أنتوا الرقم الأول بالنسبة لي والرقم الصعب بالنسبة لي وأنتوا النجاح وأنا بحب أقول لهم إن شاء الله يا رب بعد أسبوعين من من بكرة إن شاء الله بيكون انطلاقة أول سينجل باشا وإن شاء الله يا رب وفقني إن شاء الله وأكون عندي برنامج خاص واستضيفك فيه واستضيف كل الناس اللي أحبهم فإن شاء الله أكيد لازم أشتغل على نفسي بعد الأكاديمي وعلى جمهوري اللي حبني وبالنسبة لي كانت محبة الناس هي أكبر لقب فبإذن الله سواء أخذت اللقب أو لأ بالنسبة لي خلاص أنا يعني احنا بنحبك يعني في مصر مبسوطة وإيه يا أستاذ أستاذ بنسوي وإن شاء الله أول مرة أصلاقي المنطقة هنا وما كنت شعب لما كنت شعب صوتة بتصوتة خيال هيدا بيجي السائل كل شعب يقعد تشربه قابل يلا بلشي والأكاديمة توحشني قوي وحشني كل اللي مكان فيها أنا قضيت فيها أربع شهور من غير ولا لحظة ولا لحظة جمهورك نشبة جمهوري إيه؟ جمهورك نشبة يلا يعني إيه نشبة؟ يعني قروشة يعني نشبة قروشة يعني لزقة ما تجيب عن مصري لزقة دقيقة يعني فكك لزقة بيرخم يعني جمهورك اللي جمهورك اللي معنا فكل ما كان يوحشني في الأكاديمية قضيت فيها أربع شهور من غير ولا مرة الحمد لله ولا مرة خرب نسيوا النومينة لا هيدا ما نسل لحدك ولا مرة خرجت يعني أو يعني ما خرجتش يعني قعدت في الفاينل بس كان في كبوات يا جماعة وقعت يوم التاني انت بيسو انت امشي
فالأكاديمية توحشني قوي. كل أصحابي اوعى يا عم انت اسكت يا عم. فكل أصحابي يوحشوني وكل ذكرى معاهم توحشني. وإن شاء الله وإن شاء الله نخرج من هنا نعمل لكم حاجات تليق بيكم. ومرسي لكل الناس اللي بتحبني ودعموني على رقم واحد صوتولي. إن شاء الله بكرة اللقب ليا.